العملية الأولى من نوعها هي هذه المنشأة الهامة الباخرة بولغا باخرة ذات حجم 4500 طن اللي من أهداف هذه الباخرة هو اكتساح سوق جديد للتزويد بالمواد البترولية في عرض البحار. تكون لها فائدة بالنسبة كذلك للسوق المحلي لأنها تغطي يعني تنقل مواد بترولية من 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 مصانع أرزيو إلى الجهة الشرقية وكذلك من سكيكدا لجي إن إل دو سكيكدا للمصانع تاع سكيكدا لرافينري دو سكيكدا كذلك للجهة الغربية والشمال. وحصينا 12,000 باخرة حبينا نروحوا لهذا السوق الجديد هو تزويد هذه الباخرات بالمواد البترولية عبر هذه الباخرة الأولى، وحيكون كذلك 3 بواخر راح تتبع هذه المنشأة في جانت سفينة جديدة لنقل البضائع والسلع تدعم بها الأسطول البحري لبلادنا. السفينة التابعة للمجمع الجزائري للنقل البحري تبلغ قدرة استيعابها أكثر من 1530 حاوية باختلاف أنواعها بما في ذلك حاويات التبريد. السفينة التي يبلغ طولها 171 مترا وعرضها أكثر من 24 مترا مزودة برافعتين وستة عنابر، كما تبلغ حمولتها الإجمالية 16,850 طنا. سفينة جانت المخصصة لشحن البضائع مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية والتكنولوجيات الحديثة في المجال، بالإضافة إلى محركات تعمل بنظام يحافظ على البيئة من حيث نسبة الانبعاثات، وهو ما يستجيب للقوانين الدولية. سفينة جانت ستكون إضافة نوعية للملاحة البحرية ببلادنا، كما ستسمح برفع قدرات الشحن وكذا أخذ حصة معتبرة من حركة الحاويات في الموانئ الوطنية وكذا في موانئ الحوض المتوسط. هذه الباخرة فيها حوالي 172 متر طول و 24 متر عرض، تقدر تنفذ حوالي 1478 حاوية. السرعة القصوى تاعها حوالي 17 عقدة بحرية، والكونسوماسيون 24 ساعة حوالي 33 طن. مجهزة بكل وسائل ملاحة حديثة، يعني آخر وباخرة محافظة على البيئة من حيث الغازات ولا من حيث تلوث البحر. يسميوها جرين شيب، يعني بواخر يعني مطلوبة كثيرا حاليا، و تلفت حوالي طاقم 20 طاقم 20 فرد، ومعظمهم كلهم جزائريين، و يعني التدريب تاعهم يسمح لهم باش يقدروا يقودوا مثل هذه السفينة. يعطيك الصحة. وان شاء الله مبروك على الجزائر وعلى كمان للجميع وللشبيبة اللي جاية باش يقدروا ان شاء الله. عندنا باخرة أخرى شقيقتها تجي يوم الأربعاء ان شاء الله،
كان اقتناء يعني بمجموع باخرتين، كل باخره كلفت حوالي 27 مليون دولار. والان على حسب يعني السوق اسعار هذه الباخرات زادت طلعت اليمن، لانها هذه البواخر حاليا في حاله السوق الان يعني تدوموند محتاجه بزاف، باسكو عندها يعني السعه متوسطه باش تدخل في كامل الموانئ، على خلاف المركبة البواخر الكبرى اللي ما تدخلش بالموانئ الصغيره كما موانئ الجزائر. والان سوق الحاويات نقصت بزاف، لان فيه ديفيسيت كبير تاع الحاويات، والسوق العالميه يعني نقصت شويه، ولهذا هذا سعر هذه البواخر سواء في الشراء او في الكراء طلع بحوالي 50% منذ حوالي سنه. ولهذا يعني الدوله والجزائر والمركب والمجمع تاعنا وكلان مات يعني درنا اون بون افير، يعني بون افير شريناها المركب هذه الباخره الان في يعني في حاله السوق الان والحمد لله. الباخرة مجهزة بنفس الأجهزة تاع نوير جانيت، و يعني مجهزة لنقل الحاويات. ليس لنا نقول اليوم أن البحرية الجزائرية تعززت بهذه الاستثمارات على المتعاملين الاقتصاديين عموميا كانوا أم خواص أن يلجأوا من الآن فصاعدا إلى قدر الإمكان على كل حال إلى هذه البواخر الجزائرية لشركات النقل البحري الجزائري، لأولا تقليص الفاتورة بالعملة الصعبة. في نفس الوقت هناك أيضا رسالة أخرى أدعو كل المتعاملين الاقتصاديين الذين يقتنون السلع بالحاويات أن يرجعوا هذه الحاويات في أقصر مدة ممكنة. لازم يعرفوا أن كل نهار تأخر راح يستقام إلى الجزائر يعني مبالغ كبيرة. نحن تقريبا حصتنا في السوق حوالي 6% فقط، الباقي كلها